بشتري حاجة بالتقسيط، بشتري عقار مثلا بالتقسيط، وده الأشهر يعني. يعني وعايزين هم الشركة تاخد ضمانات، لأن حقها إن هي تاخد ضمانات. افرض استلمت الشقة قلت له مش دافع يعني. تمام يا فندم. الأفضل لو شركة قالت لي طب هاخد بقية الأقساط بتاعتي إيصالات أمانة، وشركة قالت لي شيكات، أنا آخد إيه؟ يعني أكتب إيه؟ هما الاثنين مش فارقه بينهم، بس المهم ان دول يتحطوا في العقد، يتذكروا في العقد. يعني انا لو بشتري شقه ومدي شيكات اذكر الشيكات في العقد، لو ايصالات امانه اكتب تذكر في العقد ان انا دافع بشيكات. وبيتعمل جدول كده ان عدد الاقساط الشقه مثلا ب 3 مليون، دفعت مثلا مليون او 2 مليون دولت على القسط لمده مثلا قسط ربع سنوي قيمه كل قسط، وبعمل جدول بارقام الشيكات والمبالغ. دي بقى وتبقى يعني كمند من بنود العقد، او يعني بند من بنود العقد بالظبط. دي نفسها لو اتحطوا في العقد انا بلغي الحمايه الجنائيه على الشيك، حولت قنبله. ليه؟ لان انا بقول ده نزاع مدني. اهم حاجه في الشيك هو الشيك منبط الصله وايصال الامانه. يعني الكلام هيبقى على الاثنين لو اتحطوا في العقد. منبط الصله عن سببه الشيك، ولكن لما بيجي بيرفع عليا شك جنائي بقدم العقد واقول مدنيه النزاع. في الشيك ده مش اداه دفع، يعني الشيك انا ما حضرتك بترفع عليا جنحة شيك انا المفروض ده اداه دفع، لكن لما بقى موجود في العقد لا، ده بقى نزاع مدني، ده ضمان. نفس القصه بينفي الركن الاساسي في جريمه خيانه الامانه اللي هو التسليم، ان حضرتك سلمتني الفلوس على سبيل الامانه. لكن لما موجودين في العقد ده يعني اي حاجه هعملها اكتبها في العقد عشان ما يتحولش بالظبط. طب لو ما كتبوش في العقد ليها برضو حل تاني. بالنسبه للشيكات بدفع اول شيك ترفع عليا جون حبيه وابوظ باقي الشيكات كلها ولو قيمتهم 10 مليون احولهم مدني. دي طبقا لاحكام محكمه النقد بنقول انه مشروع اجرامي واحد، كلهم حرروا في توقيت واحد على الرغم ان هم تواريخ لمده سنتين او ثلاثه، بقول دول مشروع اجرامي واحد. انا كلهم اتحرروا في وقت واحد، قيمه واحده، طرفين هم نفس الطرفين، التواريخ مسلسله، فبقدر اثبت ان دول مشروع اجرامي واحد. بدفع اول واحده باخد انقضاء دعوه، اول واحده لازم ادفعها. عشان كده لما بتيجي حالات زي كده وعليه شيكات، بالذات زي ما سعادتك قلت كده بالنسبه للشقق بالقسط في العقارات، لما بيجي حد كده بقول له ادفع اول واحد، سيبه يرفع جنحه، ما تدفعوش، سيبه يرفع جنحه. يعني ما تروحش تدفعه، يرفع جنحه بواحد اروح اسدده في المحكمه واخد انقضاء، يجي يرفع بقى الباقي باخد الحكم ده واقدمه. يعني في احوال ممكن بنضم 10 و15 قضيه جنحه بضمهم في جنحه واحده.